بايونتيك تستحوذ على InstaDeep، الشركة الناشئة اللي بدأت مشوارها من تونس، واحدة من أبرز الستارت اب اللي تخدم على الذكاء الاصطناعي في العالم. شركة ميتا تقرر إيقاف استهداف المراهقين بالإشهار على فيسبوك وإنستغرام. مايكروسوفت تدخل عالم ليزيكرون بليابل. الاربعاء 11 جانفي 2023، اهلا وسهلا مرحبا بكم في رونديفو جديد مع 9 تريندينغ على قناه 9. مشوار يهزنا في دقائق جايه لاخر اخبار التكنولوجيا والديجيتال مع برشا كلام على الانوفاسيون، واليوم عندنا باي واحد اخر بالنسبه للانوفاسيون التونسيه مع قصه نجاح كبيره ياسر، واحده من ابرز الستارت اب على المستوى العالمي اللي تخدم على الذكاء الاصطناعي. تو نرجعوا بعد شويه نحكيوا على InstaDeep، لكن في موعدنا اليوم باش يكون عندنا رونديفو مع اون كرياتريس دو كونتوني، نحكيو على ايدوكير مع ليليا كامون في البارتي الثانيه من 9 تريندينغ. اليوم عندنا زاد موعد مع تريلر يخرج جو فيديو. توكا عندنا برشا اخبار في الدقائق الجايه بالنسبه للديجيتال والكولتور جيك. مرحبا بكم، 9 تريندينغ تبدا كالعاده برقم اليوم، ورقم اليوم يهزنا للانتيليجونس ارتيفيسيال الاشهر في المده هذيا. نحكي على تشات جي بي تي ونحكي على شركه مايكروسوفت. مايكروسوفت اللي علاقتها مع اوبن اي اي علاقه ماهيش جديده، في 2019، وهذا ماهوش رقم اليوم بالطبيعه. في 2019 شركه مايكروسوفت قررت انها تعمل استثمار نتاع $1 مليار في اوبن اي اي، اللابوراتوار نتاع الريشيرش نتاع الانتيليجونس ارتيفيسيال واللي منه خارجها تشات جي بي تي. لكن بعد ما بدات تشات جي بي تي تجلب في الانتباه وورات البوتنسيال القوي نتاعها، خرجت برشا اخبار من الجمعه اللي فاتت. حتى نذكركم من الجمعه اللي فاتت مايكروسوفت حكيت على نيتها انها تعمل انتيغراسيون نتاع تشات جي بي تي في وسط الموتور دو الريشيرش نتاعها بينغ. بعدها بيامات حكيت وقالت انها ناويه تعمل الانتيغراسيون زاد نتاع تشات جي بي تي في وورد وباوربوينت واوتلوك. دونك اهتمام كبير ياسر بالنسبه لشركه مايكروسوفت بتشات جي بي تي. هذاك علاش الشركه باش تحط تسجلوا عندكم، هذا هو رقم اليوم، $10 مليار. هذه هي القيمه نتاع الاستثمار اللي ناويه تدخل بها شركه مايكروسوفت في اوبن اي اي، المخبر الام نتاع تشات جي بي تي. وشركه مايكروسوفت كيف ما قلت علاقتها باوبن اي اي قديمه ماهيش جديده، دونك فما دعم من قبل بالنسبه لاوبن اي اي. والمره هذيا فلوس باش تتحطوا، اكيد انه الهدف هو الاستثمار نتاع البوتنسيال القوي نتاع تشات جي بي تي في لي سوليسيون نتاع مايكروسوفت في المستقبل. مايكروسوفت اللي هي بدا راهو تخدم برشا على الانتيليجونس ارتيفيسيال، ويساعدها انه خدمه كبيره ياسر كيما تشات جي بي تي تستثمرها شركه مايكروسوفت في لي بروجي نتاعها، كو سوا بالنسبه للريشيرش على الانترنت عن طريق بينغ، والا بالنسبه للي سوليسيون نتاعها فيما يخص مايكروسوفت 365. بعد شويه باش نواصلوا مع مايكروسوفت في اخبار التكنولوجيا جديده، وتو تشوفوا كيفاش انه شركه مايكروسوفت هي بيدها ناويه انها تطور اكثر واكثر لي بروجي نتاعها بالنسبه للذكاء الاصطناعي مع الاعلان على اون انتيليجونس ارتيفيسيال جديده. نعطيكم التفاصيل نتاعها بعد شويه. اوتوكا اليوم في 9 تريندينغ عندنا موعد كبير ياسر يخص الذكاء الاصطناعي، كو سوا بالنسبه للشفر نتاع اليوم $10 مليار اللي قررت شركه مايكروسوفت باش تحطهم في اوبن اي اي، والا بعد شويه كلامنا على الانوفاسيون التونسيه مع واحده من ابرز الستارت اب على المستوى العالمي واللي تخدم على الانتيليجونس ارتيفيسيال. عرفتوا انا باش نبداو اليوم موعدنا بالإنوفاسيون التونسية. من تونس في 2014 بدأ المشوار بالنسبة لإنستاديب، شركة ناشئة مختصة في الذكاء الاصطناعي أسسها كريم جير وزهرة سليم. 2 PC و$5000. هكا بدات InstaDeep اللي دورهم تاع الاي اي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ستارت اب ما ضيعتش الوقت، وفي ظرف 8 سنين عبيت لي كاز الكل تاع سكسس ستوري تونسية، عطات برشا أمل للشركات الناشئة التونسية والباعثين الشبان. البارح InstaDeep أعلنت رسميا في بلاغ أنه تم التفاهم مع عملاق البيوتكنولوجيا بايونتيك على صفقة بمقتضاها الشركة الألمانية باش تستحوذ على كامل InstaDeep بمبلغ يقدر ب $682 مليون، منهم أكثر من $439 مليون بين فلوس وأسهم في بايونتيك، والباقي من المرابح القادمة متاع InstaDeep نفسها. العلاقة بين InstaDeep وبايونتيك مش جديدة، InstaDeep بدأت 2022 بلوفيت فون هي الأكبر في شمال إفريقيا وقتها تقدر ب $100 مليون. بيونتيك كانت جزء من لوفي فون هذه مع شركات أخرى كما جوجل ودوتش بان. التطور الكبير ما منعش انستاديب من الانفتاح على الايكو سيستم التونسي والتعاون مع شركات اخرى كما الخدمه على تونبرت الاي اي اللي تفهم الدرجه التونسيه مع اي كومباس، ولا مساعده الايكو سيستم بوضع ان سوبر كالكولاتور تحت ذمه الشركات اللي تحب تخدم على الاي اي، او بجلب جوجل وفيسبوك لديزيفلمون كبار كما ديب ليرنينغ ان دابا في 2022. انفتاح وخدمة تبقى ديما من الأساسيات في تفكير كريم بقير السي او متاع انستاديب. ولا انا نشوف فريمون ثما بوكو دو تالون في تونس. Où ces talents, ils créent des startups qui sont très prometteuses. Kim Apolt, effectivement, on a eu une super collaboration avec nos collègues d'AI Compass. On a créé ensemble Aoul System, Tunbert. Et à travers cette expérience, on s'est rendu compte que beaucoup de startups Fitounes ont beaucoup de qualités, ont beaucoup de savoir-faire technique, mais il manque un accès à du calcul à très grande échelle. ما كان ما عندكش دي سوبر كالكولاتور سي تري ديفيسيل دينوفي. دونك ا ترافير l'initiative qu'on a prise مع AI Hub en partenariat avec GIZ, en partenariat avec les ministères des télécoms et aussi de l'industrie. L'idée c'est que اي تونسي عنده ستارت اب عنده فكره عندها امباكت قوي بوزيتيف في الذكاء الاصطناعي et un projet avancé à main apps ou des capacités de calcul, InstaDeep va mettre à disposition des moyens de calcul très puissants gratuitement, et c'est une manière pour nous de voilà de d'aider l'écosystème comme beaucoup de personnes nous ont aidés qui connaissent la shirka صغيرة بدينا vraiment deux laptops ou 5000 dinars ou petit à petit en persistant, en travaillant très dur, on a pu avancer, passer plusieurs voilà paliers. Donc voilà, la culture effectivement c'est ملانساوش الأصل نتاعنا. Au contraire, on veut recruter, on veut développer, où on a une conviction personnelle, que ce soit Anna ou ma cofondatrice Zohra Aslim, que la Tunisie peut être le leader dans le monde arabe et sur le continent africain. Et voilà, y croire, c'est déjà faire la moitié du chemin. Et pour le reste, il y a beaucoup de gens qui vont aider. Et vous pouvez compter sur InstaDeep pour accélérer l'écosystème dans la mesure de ses moyens, bien sûr. صفقة الاستحواذ على InstaDeep من طرف بايونتيك تعطي للستارتابور التوانسة الأمل إنه النجاح مش مستحيل ويلزموا برشا خدمة وبرشا ذكاء. سكسيس ستوري وراها توانسة، حاجة مستحقينها برشا لي جون نتاعنا اليوم. نرجع في أخبار التكنولوجيا للانتيليجنس ارتيفيسيال وشركة مايكروسوفت. مايكروسوفت أعلنت على تطوير فالي وأوتي متاع انتيليجنس ارتيفيسيال اللي يسمح بالريبرودكسيون متاع الصوت متاع أي شخص. الموديل تاع انتيليجنس ارتيفيسيال هذايا تم تطويره من طرف شركة مايكروسوفت ويسمح بتقليد الصوت متاع أي شخص عن طريق إيشانتيون متاع الصوت يدوم 3 ثواني. بالضبط فالي هو موديل متاع لونجاج للسنتيز فوكال تكست تو سبيتش، وفالي تم تمرينه على 60,000 ساعة من الكلام باللغة الإنجليزية، يعني مئات المرات قد السيستم الموجودين اليوم. فالي مش ديسبونيبل للجران بوبليك لحد الآن، لكن شركة مايكروسوفت حطت على جيت هاب دي زيكزامبل أوديو بالنسبة للتجربة متاع فالي واللي توري البوتنسيال الكبير للأي أي هذايا. في موضوع واحد آخر المرة هذه بالنسبة لشركة مايكروسوفت يخص الاندستري متاع التليفوني، فانو شركه مايكروسوفت يظهر ياسر انها باش تكون هي بيدها من الشركات اللي تتسابق في عالم لي زيكرون بليابل. الشركه اعلنت منذ اشهر على ايقاف البروجي نتاع سيرفيس ديو 3 جينيراسيون 3 من التليفون نتاعها اللي خرج بدو فيرسيون قبل، التليفون اللي فيه دو زيكرون ويتحل كالكتاب لكن ماهوش دي زيكرون بليابل. الشركة بعد ما أعلنت أنها باش توقف البروجي نتاع سيرفيس ديو 3 حبت تحكي على الطريقة القديمة، بما أنه آخر الأخبار تأكد أنه مايكروسوفت يا بيدها قاعدة تطور بشكل سري في أن سمارت فون يشبه برشا للجالاكسي زد فولد نتاع سامسونج باش يكون اسمه سيرفيس 3، يمكن ياسر الإعلان الرسمي عليه يكون في آخر السنة هذيا. شيء لجنة بالنسبة لتطوير الايفون مع شركة أبل 2023 نستناو أنه الأمور باش تمشي بشكل مشابه لما كان عليه الحال بالنسبة ل 2022 بالنسبة للآيفون 15. يمكن ياسر التغيير الكبير باش يكون التخلي على البور لايتنينغ ابتداء من السنة، لكن 2024 باش يكون فما تطور كبير بالنسبة للفساد متاع التليفون، على خاطر نستناو أنه النوتش باش يقع التخلي عليها بشكل رسمي أبارتير من 2024 بالنسبة للآيفون، أي أنه الكاميرا فرونتال باش تتخلي مخبأ تحت الإكران. وهكايا السؤال اللي يطرح نفسه كيفاش باش تكون الدايناميك آيلاند اللي ركزت عليها شركة أبل مع الآيفون 14 في آخر 2022. برشا أخبار تقول أنه أبل تخمم مليح أنها تطور أكثر التجربة متاع الدايناميك آيلاند، رغم أنه فما بعض الأخبار الأخرى زادة اللي تقول أنه يمكن ياسر الدايناميك آيلاند باش تتخلى عليها شركة أبل مع الآيفون اللي يخرج في 2024. اقعدوا معنا بعد شوية نرجعوا نحكيو في 9 تريندينغ مع اون كرياتريس دو كونتوني ليليا كامون تحكي لنا على تجربة ايدوكير وكيفاش يكون فما خدمة ان كونتوني على لي ريزو سوسيو موجه للتربية. شيل وذ ليليا كامون بعد شوية في البارتي الثانية من 9 تريندينغ.